بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم هنا على مشكلة بتقابلنا مع الفاير وول سوفوس يا جماعة، إن ساعات مع الوقت بتاعنا والاستخدام بتاعه بتطلع تقارير فاضية زي ما احنا شايفين. أنا في المثال ده أنا عارف قبل ما أبدأ أعمل ترابل شوتنج إن الداتا بيز بتاعتي ديد، وده عرفته منين؟ من ميل كان جايلي من نوتيفيكيشن ليست من الفاير وول. أنا بقول لكم ليه كده، إن أنا عارف السبب المشكلة في الأول عشان ابين لكم الاهميه بتاعه النوتيفيكيشن والايميل، ان انا اكون مظبطه على الفاير وول يبعته لي بحيث يوفر عليا وقت في التابل شوتنج. لكن انا في الفيديو ده يا جماعه انا هشرح تابل شوتنج من الاول كاني ما اعرفش ان الايميل ده جالي. تمام، اول حاجه النوتيفيكيشن ليست يا جماعه زي ما احنا شايفين بتيجي من ادمنستريشن بمنتهى البساطه، بتحط الميل باليوزر نيم والباسورد بتاعه. تمام، ونخش نظبط اقول له ايه النوتيفيكيشن ليست اللي هتجيلي زي ما بوريكم كده، بس دي مقدمه كده بسيطه ابين لكم اهميتها عامله ازاي. ده اللوج اللي هو بيبقى لوكال على الجهاز. تمام، ان انا عشان اشوفه لازم ادخل على الديفايس واشوف ايه اللوجات بتاعته. انا من هنا بظبط يعمل لوج لايه اللي انا بتكلم عليه، ان يجي لي ميل. طبعا احنا منين يا جماعه؟ من النوتيفيكيشن ليست بتاعتي. انا في المثال بتاعي كنت عامل الديسك ده وفادني في الموضوع ده ان وفر عليا تابل شوتنج للمشكله. كنا هنوصل للمشكله لو عملنا الخطوات اللي انا هشرحها دلوقتي بالكامل، بس طبعا الميل ايه المفروض ان هو ايه وفر عليا الوقت ده ايه بالكامل، كان ممكن ابدا باخر خطوه على طول. دلوقتي احنا هنبدا عمليه التتبع العاديه، التابل شوتنج العاديه، ان انا ما اعرفش العيب ايه. اول حاجه، اول خطوه هعملها ان انا هبص يا ترى انا مظبط التاريخ ياما مثلا اتملى او حاجه. انا فعلا مظبطه هنا 1 مانث بس، ف 1 مانث معقوله يعني. الخطوه اللي بعدها ان انا هاجي امسح كل الريبورتات اللي موجوده او في تاريخ معين لو انا عندي تاريخ ياما، فانا هنا همسح كله عشان ايه؟ دي اول خطوه ان انا ايه بفضي ريبورت بالكامل واشوف يا ترى ده هيحل لي المشكله ولا لا. ده هيحل لي المشكله لو الداتا بيز نفسها قايمه بس مليانه. طب انا اعرف ازاي المشكله اتحلت ولا لا؟ هصبر شويه عليه اشوف هيطلع ريبورتات ولا لا. هنلاحظ ان هو مش هيطلع برضه ريبورتات. ليه؟ زي ما اتفقنا ان الكيس بتاعتي دي ان الداتا بيز نفسها ديد. لكن لو انت عندك عملتها ممكن تحل المشكله معاك في الكيس بتاعتك. الخطوه اللي بعدها هخش على الفاير وول عن طريق الكونسول، هبدا اعمل التابل شوتنج بتاعي. اول حاجه محتاجة ان انا اكون مشغل انيبل السيرفيس بتاعت الاس اس اتش عندي. اهي، ولو انا طبعا شغلي من اللان اتاكد ان انا ايه اعمل عليها تشيك واقول له ابلاي لو انا عدلت حاجه. استخدم اي حاجه اخش بيها سواء النت او البرنامج البوتي بتاعي انا هستخدمه هو اهو. بكتب الابي بتاع الفاير وول بتاعي، وخلي بالي من حاجه يا جماعه ان انا ده بيشتغل عن طريق اليوزر ادمن بس مش اي يوزر تاني انت عامله. وبكتب الباسورد بتاعت الادمن. ادي دخلت على ايه؟ على الكونسول بتاع الفاير وول بتاعي. بمنتهى البساطه كده هبدا امشي تابل شوتنج بتاعي واحده واحده. اول حاجه هخش على الديفايس. تمام، هبدا اول حاجه اعملها ابص على الانبوكس ريبورت بتاعي واشوف الستاتس بتاعتها ايه. قال لي ايه؟ اهي فعلا اللوكال ريبورتنج اوف، يبقى حتى كده الدنيا بتاعتي ما قامتش. هبدا اشوف ايه تاني يا جماعه. هحاول اول حاجه اخليها اون اشوف هينفع هيبقى ولا لا. قال لي فيلد. ليه؟ زي ما اتفقنا يبقى خلاص كده الخطوه دي ما نفعتش معايا. ممكن الخطوه دي تشتغل معاك في الكيس بتاعك. طب لو ما اشتغلتش هبدا اخش على الخطوه اللي بعدها. اشوف الاستيتس بتاع ايه يا جماعه؟ بتاع الديسك بتاعي اهي فعلا يا جماعه دي ريبورت مالها واخده 91%. ده اكد الكلام بتاعي. ما دام هي كده يا جماعه عاليه هتبقى دي ايه السبب من ضمن الاسباب اللي عندي. يبقى الخطوه اللي بعدها هخش اشوف ايه يا جماعه؟ اشوف الداتا بيز بتاعتي حالتها عامله ازاي. ما دام 91% كده ده الثري شولد بتاعي. تمام؟ هنلاقي ايه يا جماعه؟ هنلاقي ان الداتا بيز بتاعتي فعلا نطلع عليها كده هنلاقي ان ايه ديد. على فكره الكوماند اللي انا بشرحها والكلام ده كله هتلاقي موجود الرابط بتاعها في اول تعليق عندي وفي الوصف بتاع الفيديو ده. يبقى انا عرفت ان الداتا بيز بتاعتي ديد. يبقى الخطوه بتاعتي عايز اقوم الداتا بيز دي. اللي انا هعمله يا جماعه هعمل فلاش ليه يا جماعه؟ للداتا بيز بتاعتي. اهي دخلت عليها هقول له فلاش للديفايس ريبورت. هيعمل ريبوت وهياخد حوالي 10 دقايق بعد ما يقوم اعمل لوجين بتاعي.
هدخل عليه واعمل اللوجين بتاعي، اتاكد الدنيا شغاله. اخلي بالي من حاجه ان هو ريبورتات والحاجه هتاخد وقت، ثواني كده او دقيقتين عمال ما تشتغل معايا، فانا بستغل الوقت ده ان انا اخش اشوف الستاتس بتاعتي، نفس الستاتس بدات الدنيا تقوم ولا لا، يعني عايز اشوف اللوكال ريبورت قامت ولا لا، الداتابيز قامت ولا لا ولا لسه ديد. نبدا كده بالاون بوكس ريبورت بتاعتنا. فعلا هي اللوكال ريبورتنج بقت ايه يا جماعه؟ بقت اون. يبقى كده المشكله بتاعتي بدات تتحل او اتحلت. اكمل الخطوات بتاعتي اشوف بيت الستاتس اللي عندي. ابص على داتابيز، ريبورت داتابيز بتاعتي جديد، هنشوفها دلوقتي المفروض تبقى عامله ايه. راننج اهي، اهي بالظبط قدامي راننج. يبقى كده فعلا الداتابيز بتاعتي بدات تشتغل وبدات تسجل الايه الريبورت بتاعي. اصبر معاه كده لغايه لما يبدا يقوم، ابدا اشيك على الحاجه بتاعتي. طبعا اللي انا عملته يا جماعه الفلاش للريبورت بتاعي ده ما مسحش الكونفيجريشن، ده مسح بس الداتا اللي جوه الخاصه بالتقارير اللي جوه الداتابيز بتاعتي، فضل مساحه يعني. لو بصينا على اللوجات كده نكسب وقت. ادي فعلا يا جماعه دي اللوجات بتاعتي اهي، بدات تسمع الرولز بتاعتي والستاتس بتاعتي، اليوزر الاربع يوزر شغالين، الهارت بيت بتاعي. وادي اليوزر اللايف يوزر اللي عندي، لايف كونكشن، الدنيا بدات ايه لودنج، ايه بدات تسمع عندي على ايه على الفاير وول. لو رجعت للريبورت دلوقتي المفروض ايه متوقع انها تبدا ايه تسمع، وفعلا بدات الريبورت ايه اللي كانت طالعه فاضيه طلعت ايه تسمع معايا ايه. يبقى كده فعلا المشكله بتاعتنا يا جماعه، المشكله بتاعت الروتات ايه اتحلت عندي. لو بصينا كده لمجرد الكام تقرير اللي طلعوا دول، نشوف كده الداتا بالهارد ديسك بتاعي بدا يتملى ولا لا عشان نتاكد ان في مشكله ولا لا. نخش تاني نشوف الاستاتس بتاعت الهارد ديسك بتاعي، طبعا بالكونسول يا جماعه ما ننساش، وباليوزر الادمن. شوف بقى الديسك بتاعتنا طلعت واخدة كام يا جماعة؟ واخدة اهي حوالي 10 18%. شكرا على وقتكم.